السلام عليكم اخوان، اليوم غادي نوريكم الطريقه باش تحضروا الباتي للطائر الحسون في مرحله التحضير. هنا عندنا بروكولي محكوك، عندنا البيض، هنا عندنا الباتي تاع الايزيم اللي وريت لكم المره اللي فاتت في لا فيديو. هنا عندنا هذا كيقولوا له وقيلا باللغه العربيه العين السمك، ما عرفتش مي بالفرنسي دابا نكتب لكم كلش، لكن باللغه العربيه ما رانيش عارف. دونك في الباتي غادي نديروا هنايا واحد السكوبيا ديال البريد ماكس، انا والله غادي نوريكم داك الشيء مرحله بمرحله. والله ها هي هذه هي السكوب ديال البريد ماكس، كدير وحده فواحد تقريبا 100 غرام ديال وحده. انا كنعطي دو فوا بار جور باش ديما الباتي يكون تقريبا نظيف ونقي بالنسبه للطيور ديالي. عندك هنايا فوالا الكالسيليكس، ها هو فوالا، حتى هو نديرو سكوبيا في 100 غرام. انا وغادي نعطيو تقريبا واحد السكوبيا ديال الفيرتيفيت ان شاء الله. فوالا نديرو لكم هكا واحد السكوب. غير بالنسبه لهاد عين السمك راني دارو درتو في الماء، راه دابا كيما نقولو منفخ، درتو شويه تاع الماء، كدير معلقه ديال اللي كنديرو بها السكر القهوه وكلش. دونك الباتي هنايا غادي نميكسيو، نفو الميكسي ندير له شويه ماء ان شاء الله، ندير له شويه ديال الماء باش يرطب شويه، باش يولي كيما نقولوا بحال الكسكس بحال الطعام ان شاء الله يرطب. ومهم ديك باش يتمزج مزيان يكون ممزوج، كتخليه بعد ما تخلطو تخليه لواحد تقريبا 7 دقائق 10 يشرب داك الماء ديالو. انا كنخدم هكا لحقاش عارف الطريقه ديالي. بالنسبه للباطي ما تخليش يتعجن، راه الا تعجن ما راه يمرض لك به الطائر تقريبا، فهمت؟ خصو يكون غير مشمخ كيما نقول تقريبا منفخ سيتو. هانا اخوتي، وبالنسبه لهاد عين السمك نوريكم كي كيكون من يكون ناشف. ها عندي هنايا في الكارطون، فوالا هما الحبيبات كيكونوا. هذا مهم بالنسبه للطائر الحسون حتى هو، ابار كيما نقولوا في الحبوب اللي كنعطيو له يوميا، الحوايج اللي كنعطيو له يوميا. غادي ننتظر واحد 5 دقائق حتى يتمخ الباتي ديالنا مزيان ونضيفوا له الاشياء الاخرى. دونك انا رجعت لكم، ها هو الباتي دابا تشمخ. غادي نديرو هكا، نحطوه على البروكولي والبيض محكوك هكا. ونزيدو عليه هذا عين السمك اللي راه مشمخ منفخ مزيان. فوالا شوفوا كيهبط منفخ. دونك هذا كتعطيه تقريبا شاك جور للطيور ديالك. انا كنعطي 2 مرات في النهار باش الباطي يبقى ديما كيما نقولوا رطب مزيان، يعني ما يطيحش فيه الوسخ. راك عارف السلاكه ماشي كيما لاكاج، ما يطيحش فيه الوسخ ديال المقنين وتبقى الماكله ديما نقيه. ايا تخلط هنايا مزيان خويا، تخلطو مزيان ابري ديروه في ليمون جوار باش تعطيوه للشاردون ديالكم.
هذا راه مهم باش تولفوا الطائر، ما تعطيهش غير تقريبا في مرحلة الإنتاج. أنا كنعطيه تقريبا على طول السنة، كتعطيه هادشي على طول السنة. وغادي نوريكم واحد الخلطة أخرى إن شاء الله مور هاد لا فيديو هادي ديال الباتي. كتعطى مرة في السيمانة، من غير هذا كتعطى مرة في السيمانة، كيكون واحد التغيير شوية. ودابا نهضروا عليها ان شاء الله. المهم هذا الفيديو غادي نحطه لكم في تيك توك وطبعا البروفيل ديالي، تضغط على البروفيل غادي يطلع لك لاشين يوتيوب ديالي حتى هي، تابونا فيها باش الا ما لقيتش لي فيديو اللي ما تلقاهمش في بارفو في تيك توك تقدروا تلقاو في اليوتيوب. المهم الاخوان، نهاركم مبروك، جمعة مباركة، والسلام عليكم. ولا الاخوان، هارنا حطينا لهم دابا الباتي في السلاكة ان شاء الله. فوالا، رانا جينا عطيناهم الباتي، نشوفو لا شالور شحال راها اليوم. داك ديال هنا مزيان، تقريبا 16 درجة. فوالا، هنا راني داير لهم في الماء، داير لهم الفيرتيفيت. وهنايا انا جايكم نقول لكم شنو نعطيهم دائما. كاين واحد البرودوي اخر رائع، تجهز الحاسوب ديالك. فوالا، يلا اخوان، السلام عليكم.